نقول لكم اننا كنثق في الخضاء وان شاء الله انا متاكده انه احنا كنثق في الخضاء اللي نقدر نقول لكم. وحنا جايين هنا كندافع على التكوين ديالنا، ما كندافعش على شي حاجه واحده اخرى، جايين هنا باش نقراو كنعاون الناس المسؤولين، راه ماشي بحال هكا كيتحلوا المشاكل، راه ماشي بحال هكا. وشكرا. اسمحوا لي هضرنا بزاف، هضرنا بزاف هادي 10 شهور وحنا كنهضروا. حسبي الله ونعم الوكيل، كنعاود ناكد عليك انه ماشي بحال هكا كيتحلوا المشاكل، راه بالعكس كتزيد الطين بلا الطلبه، راه استشعلتيهم وهادشي سي تريست، وكتزيد تكره وكدير لي في انفيرس. زعما كنثقوا في القضاء على اساس انه راه زعما القضاء ديالنا مستقل. زعما كنشكروا هيئه الدفاع حيت زعما انضموا لنا اليوم هما النقيب، وكنتمنوا ان هادشي ما يشغلناش على زعما تلبيه المطالب، لان حنا كنبقاو غير طالب عندنا واحد المطالب بيداغوجيه بسيطه مشروعه، وكنتمنوا ان هذا الشيء ما يتعاودش ويكون خير ان شاء الله. غير كان غير وقفه غير مرخص لها صافي، هذا الشيء اللي كاين. كنقول لهم صراحه انهم ما يتشغلوش علينا، الحمد لله كما كنقولوا ان القضاء ديالنا القضاء مستقل. الملف دابا راه بيديهم، راه زعما راه حنا كنثقوا فيهم كما قلت لك، وانا كنقول لهم انهم يبقاو زعما متشبتين بعضياتهم، راه حيت عندنا صراحه حنا كطلبه كتبقى عندنا غير الوحده الطلابيه، وزعما حنا كهيكل طبي كامل لاحظتوا راه التضامن ديال الاطباء الداخليين والخارجيين والاساتذه ديالنا كاملين متضامنين على اساس ان هذه القضيه راه قضيه بسيطه، ما كانش خصها كاع تطور لهذا الشيء ويكون خير ان شاء الله. زعما المطالب ديالنا راه مشروعه، زعما الا كان زعما باقي لحد الان مستمرين، زعما ما كاينش شي حاجه اخرى، عشان نتسناو المسؤولين يعطيونا حلول واقعيه، حلول على زعما اللي تلبي الرغبات ديال الطلبه. وحنا راه ما عندناش شي مطالب فئويه، راه ما باغيين لا زياده لا شي حاجه، راه بغينا غير القرايه، راه هادشي اللي بغينا، كنطالبوا غير بالقرايه، ما بغيناش كاع لا مشاهد العنف تعاود لا شي حاجه، راه ويكون خير ان شاء الله.